انت راه خصك تكون حاب التوفيق. وشوف انا غادي ندير معك واحد العمليه والله العظيم. نعم مرحبا. كنديروا مع الافلام كاملين نشجعوا الافلام. دابا حنا كندير برنامج ديال المسابقات من التحت للخميس والجمعه كتكون قصه. اييه بدا بينا نديروا مسابقه حول الفيلم نديروها مع اللي فاز في مدينته يمشي يتفرج يعني في السينما اللي هي قريبه للمدينه. مثلا فاز واحد ولد مراكش يتفرج في مراكش، فاز واحد من الدار البيضاء يمشي يتفرج في الدار البيضاء. هذه غنديرها معكم. مرحبا سي عبد الكبير، الله يطول عمرك، شكرا بزاف. وهذا هو التشجيع منا. وحنا الحمد لله دروك هذا العمل دابا ملي انا حضرت بزاف ديال تنحضر مع الجمهور زعما كتشوف واحد العمل، كتشوف الناس بانه هو فرحانين بهذا العمل هذا وفرحانين بهذا النوع ديال، حيت تشوف من بعد ما درنا الفروج الزملاء ديالنا كمخرجين وكسيناريست والناس اللي تيشتغلوا في هذا الدومين ديال السينما ولاو تعاطوا باش يديروا الفيلم الكوميدي بحال مثلا الفيلم ديال الحاجات، الفيلم ديال الحنش، الفيلم ديال المليار. زعما ولاو معنا بحال قلتي الشكل باش بدا سعيد الناصري شكل البانزيه. وزعما الحمد لله ولاو الجمهور المغربي بغى يمشي يشوف الممثلين المغاربه ديالو اللي هما تيديروا افلام اجتماعيه كوميديه وما القاعات عجبهم الحال. ولاو مولات البيت قالت لي في السينما كوليزي شحال هذه ما صورت 6000 ريال في النهار. تبارك الله صورتها مسكينه، صورت 6000 ريال في النهار زعما ما كانش. وداير مع انا كتعطيني منها شي حاجه كتعطي واحد 10% كنت تجمع لي في الاخر الشهر. دابا لقاء واش كتفهمي الحوار حتى نسرعوا شي شويه؟ معظم الحوار فهمناه. ما تنزربوش حنا بزاف سيفر كوس اللي هو وغادي تمشي مزيان مزيان واخا مزيان. بغيت نيت نسولك وانت كلمتهم على الشوارع المقفوله وحافظين. لا فهمت لا ولكن بغيت نسولك نيت فرصه، ما كتبعيش الانتاجات المغربيه انت كفنانه؟ خصك تشوف للاسف احنا ما بيجيش مصر افلام مغربي لانه اعتقد اللغه شويه صعبه علينا، احنا مش متعودين عليها. التلفزيون في التلفزيون التلفزيون يمكن بنشوف القناه الثانيه والقناه الخامسه. القناه الخامسه كمان بتيجي كثير. الصعوبه ديال الحوار ديال شويه الولف خصوصا الولف لان احنا كمان ثقافتنا الانجليش اكثر. انتم فرنسي اكثر والكلام يعني مطعم اكثر بكلام فرنسي كثير. بس انا لانه جيت كذا مهرجان، جيت مهرجان تطوان السينمائي وجيت سالا وجيت مهرجان مراكش، فانا اتفرجت على افلام كتير مغربيه. كليتي طنجيه في مراكش؟ طنجيه هذيك الاكله ديال طنجيه مراكشيه. طنجيه لحم في مدينه مراكش زي ال زي الطاجين جوا حاجه زي الطاجين ولكن طاجين عامل كده يعني لو يخشوا في الفرن ومن بعد كيطيب يخرجوا ياكلوه تاكلوه. انا بحب الطاجين. اش كدير اللغه المصريه؟ صحيح.